المدرسه العقيمه ديت والنهارده فاندي وكلنا النهارده كلنا موجودين وانا الحمد لله صاحي الساعه 10 الصبح ونازله لهم. بصي انا على فكره ما انا مش عارفه بقى ثلاث ايام واحد وحشوني قوي والله. لا هقول حاجه ثانيه غير توحشوني، عارفين ان احنا هنوحشنا وبعض كده. هنوحشنا هنوحش بعض يعني. مكيزه وزغلول بيحبوا بعض للابد. حاسين فكرني عارفه ممكن ايه؟ تحبي تقولي ايه بعد سليم اي جي معانا؟ جيباتي يا شباك. بجد؟ بجد يلا ما تصوريش مش هقول حاجه. تقولي ايه؟ هقول جدعان انا بحبكم قوي. انا عايزه اقول معاكم بحبكم كلكم. بص انا ليه الفيديو ده وحشتيكي فيه يلا. تحبي تقولي ايه؟ تحبي تقولي ايه؟ لا اسكتي اصبري يا كانيا اصبري. ايوه يعني مش عارفه معاك اقول لك ايه. بصي ما بتتكلم لغه واحده بس. طب سيبك صورة بردلت لي التيشيرت بتاعتي. شكرا. انا كده ريكوردينج ورا ده عكاشة هزقني وانا باخد فيزيكس ايه لم. قالك ايه؟ تحبي تقولي ايه بعد بكره صورة صورة؟ لا انا مش عايزة اتصور دلوقتي. بكره صورة انا صورتني في المدرسة. طب هي داليا قولي ايش قصدك في شعورك عشان احنا لازم نعمل كلنا داليا حسام فيزيكس بين قوسين فيزيكس ايه لم. كلنا المدرسه حاجه بتجيبها تاني. اولاد الاستثمار قولي ان انا غلطت وراح بتجاوبني غلط. عايزه اقول ايه؟ وانا عايزه يا نسيم يا ندي وين ده لسه حبيبي بحبك. استوب مش عارفه السيكولوجي يا ريت الكاميرا تجيبها. فين الايتش يا حبيبي؟ دي كده خشي في الكادر يا حبيبي يخرب بيت سنينك. الكادر ده اللي هو في الصورة يعني هما بيقولوا كده في التصوير. وحشونا جدا. مش هلاقي حد يحط لنا الجداول تاني. الله يكرمك. يعني بس امبارح لا انا كنت غلط دي قطعا جدا وعملنا فضيل فتن حلمي جدا وايفري ثينج واز بيرفكت. شكرا.
اقول ان كل حاجه كانت اميزنج 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 يا جماعه. دي سنه دي مش كلمتها اساسا. انا حاسه ان في مبالغه في الموضوع. يلا يلا 1 2 هوبا ايه ده 10 احنا مش نمشي يعني بدنا نمشي في السكه. شعور جدا. لا احس بهدوء.